كنتمنى كل مره انسان يكون غيغرق نكون حاضر وكنقد هذاك الشخص كنحس براسي قدمت شي حاجه ما خليتهاش عندي ما بخلتش بها على الناس. بعد كنتشجع وكنزل لان هذيك العائله مجرد ولو عندها المشكل ديال الموت ولكن الحمد لله لما كتبدل الجثه كيتنفسوا وكيدفنوا الجثه وكيرتاحوا الحمد لله. البحر سبحان الله واحد النعمه كبيره. الناس كتخاف من البحر يقولوا البحر كيقتل البحر كيغدار البحر ما كيظلمش. بدينا هذا الكونسيبت خصوصا المغرب استفدوا منه واحد الاستفاده كبيره. اما هي اول شيء ابليكاسيون ولاو كيعرفوها لان شوف الليساج كيساعدني على الاستراحه في الماء والبحر ما نخافش منه لكن ما نخالفش القوانين ديالو، نخالف قانون البحر نوقع في المشكل. الناس اللي بغات تتعلم السباحه هي تتعلم تعليم اكاديمي، ما تتعلمش تعليم عشوائي. ما يمكنش ليا ثاني كنعوم نعوم مثلا 100 متر ولا 300 متر عشوائي ونقول انا راه وليت ولد البحر. الشعور ديالي وانا كنسبح يعني راه واحد الراحه لا مثيل لها خصوصا لما كنديروا مسافات طويله. الحمد لله شكون غادي كتسبح تحس بواحد الراحه وواحد السعاده. السباحة شي حاجة اللي ما يمكنش نفرط فيها وما يمكنش نحيدها من حياتي.